وقد أطبق العلماء والأئمة على أن من أسباب الخلاف بين العلماء اطلاع بعضهم على سنن لم يطلع عليها البعض الآخر. ولذلك الإمام مالك قال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار لما أرادوا أن يحملوا الناس على الموطأ، فقال: لا تفعل رحمك الله، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، أي أنني لم أجمع السنة كلها، وأنه لا يمكن حمل الناس على قول إمام واحد أو مذهب واحد لأن السنن متفرقة، فاعتذر له رحمه الله بهذا العذر.